الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم ويكرمنا بها بنور الفهم ويوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم أنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأل عن علة وحكمة فعله. الحمد لله الذي من علينا بهذا اليوم المبارك الذي نشهد فيه حياة الأمة. الأمة تنبعث من جديد، الأمة تحيا من سباتها، والسبب في ذلك ما يسمى بطوفان الأقصى. إن الحديث عن الأقصى هو الحديث عن ركن من أركان ديننا، عن لمسة من لمسات نبينا، عندما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، إلا ما أصابهم من لأواء ومن خذلهم، وهم على ذلك حتى يأتي الله بأمره. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إذن إخواننا في بيت المقدس يواجهون أعتى القوى المصنوعة من طرف دول كبرى تحاول أن تجعل الكيان الصهيوني اليد الضاربة في العالم العربي والعالم الإسلامي. جاء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر منذ سنة خلت ليقلب الموازين، ليفسد المخططات، ليعطي صفعة لصفقة القرن، ليعطي صفعة لصفقة القرن التي أريد لها تطويع العالم العربي وتطويع العالم الإسلامي وتطويع الأنظمة العربية وجعلها كالعبيد تحتها. وهذا ما صرح به رئيس حكومة الكيان عندما قال: نحن نريد إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. ما نريد أن نعالجه اليوم هي لمسة وعي، هي صيحة، هي صرخة نريد من خلالها إيقاظ الأمة من سباتها. قد تظنون أن الكلام فيه مبالغة، وقد تظنون أن الكلام فيه تجاوز وتجوز، ولكن انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ سبحان الله، يسألون عن عددهم، واليوم نحن بلغنا 2 مليار مسلم. أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير. 2 جملة ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هي تلك العيدان والأوراق والأسلاك التي تطفو على سطح الماء، عندما يجرفها التيار المائي من أمطار أو غسل ألبسة وأواني أو تنظيف أرضية، المجالس تملأ بالماء. بطبيعة الحال المجالس تأخذ كل ما في طريقها، هذا يسمى السيل، والذي يطفو فوق الماء يسمى في لغة العرب الغثاء. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشبه أمة المليارين، وهي تواجه 14 مليون فقط صهيوني في العالم، 2 ملايير مقابل 14 مليون. أكيد بعضكم يقول لي: هذه الطفل المدلل في المنطقة للدول الغربية. أقول: نعم، ولكن عقيدتنا أننا لا نهزم من قلة، عقيدتنا أن الآجال بيد الله، عقيدتنا أنه لا تأتيكم إلا بغتة،
عقيدتنا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عقيدتنا في الرزق وغيره وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعندما تغيب عقيدة الرزق والأجل نصاب بهذا المرض الذي وصفه ووسمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بل أنتم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: بل يصيبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا أصبنا بالوهن؟ لماذا أصبنا بالخوف؟ لماذا أصبنا بالرعب؟ بسبب هاتين الملحوظتين اللتان نبه عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا الرزق، كراهية الموت الأجل. وسبحان الله، ما نخاف عليه ونخاف منه ضمنه لنا الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي ملك لكل واحد من كل الكرة الأرضية. يأتي ملك لما نكون في بطون أمهاتنا وقد بلغنا 4 أشهر، 120 يوم ونحن في بطون أمهاتنا. جاء ملك وكتب 4 أشياء: عملك ورزقك وكم تعيش وشقي أم سعيد. عملك الذي هو من كسب يدك، ورزقك الذي هو في السماء، وأجلك الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى، وشقي أم سعيد هي النتيجة التي ستصل إليها. فعلى ما نخاف؟ على ما هذا الجبن؟ على ما هذا الرعب؟ على ما هذا الخور؟ على ما هذا الانحناء ونكس الرؤوس وإدخالها في التراب؟ آجال مضمونة وأرزاق مضمونة، ما بقي إلى تحقيق شرط تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. كما قال سيدنا ابن عطاء الله السكندري في حكمه لما قال: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك وهو الرزق والأجل، وتقصيرك فيما طلب منك وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل ميزان المضمون في الغائب فاعلم أن بصيرتك قد انطمست. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أحبتي في الله، يأتي علينا طوفان الأقصى بمرور سنة وأمتنا تئن، أمتنا جريحة. كنا نبكي على غزة فأصبحنا نبكي على غزة ولبنان. لحقت لبنان الزهرة البهية في المنطقة، لبنان التي هي جزء من الشام الكبير، لبنان التي هي وردة المنطقة، تضرب في ضحاياها وتضرب في حدودها وتضرب في كوادرها، والعالم العربي والعالم الإسلامي ينظر ولا يستطيع أن يقول كلمة بل أن يتنهت حتى. بل للأسف الشديد وجدنا من بعض دول الطوق من يساعد الكيان لضرب إخوانهم، من يسهل للكيان لضرب إخوانهم، من يقول لا أقبل لأي صاروخ يخرج من لبنان ويتجه إلى الكيان أنني سأسقطه، من بني جلدتنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أقوام من بني جلدتكم يتحدثون بألسنتكم يقولون بقول خير البرية، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم شر الخلق والخليقة. سبحان الله، صدقت يا رسول الله.
اللهم صل وسلم عليه. أحبتي في الله، لن أطيل عليكم وأحاول أن أختصر كلامي في نقاط محددة، ونحن نتحدث عن طوفان الأقصى وما جر به على غزة وعلى لبنان، لأن كلاهما جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا أصيب بالحمى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن منطقة واحدة، لسان واحد، قبلة واحدة، دين واحد، منطقة واحدة، فما الذي يفرقنا؟ لكن الغرب من خلال طفله المدلل الكيان الصهيوني استطاع أن ينفوذ لكثير من الأقطار فيطوعها ويجعلها خادمة له، بل ويجعل منهم العملاء، ويجعل منهم المخابرات، ويجعل منهم من يضربون إخوانهم. وللأسف الشديد بل وجدنا من بعض دول جوارنا نحن في الجزائر من يستغله الكيان لمحاولة زعزعة بلدنا ومزعزعة منطقتنا، والسبب في ذلك لأن الجزائر صرحت بموقفها من فلسطين قديماً وحديثاً، صرحت بموقفها مع أهل غزة قديماً وحديثاً، صرحت بموقفها من لبنان قديماً وحديثاً. ولهذا سنرجئ كلامنا عن موقف الجزائر إلى النقطة الأخيرة. سنتحدث في ثلاث محاور كبرى: المحور الأول وهو محور أهل الأرض، أهل غزة. المحور الثاني هو محور الشعوب في العالم العربي والعالم الإسلامي. والمحور الثالث هو محور الدول والمنظمات الكبرى العالمية. أما حديثنا عن المحور الأول وهم أهل الأرض، أهل فلسطين بشكل عام وأهل غزة بشكل خاص، ذكرنا في بداية كلمتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هم أهل الرباط. وأخبرنا أنهم على الحق ظاهرين، وهم بإذن الله على الحق ظاهرين، وهم لعدوهم قاهرين، وهم لعدوهم قاهرين كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لأن التعتيم الإعلامي الذي يقوم به الكيان منظم ودقيق، كل ساعة يخرج الناطق الرسمي باسم الكيان يحذر المواطنين من نشر أي خبر أو أي صورة عما يقع في الأرض المغتصبة نهائيا. ولاحظنا ما وقع لهم منذ أكثر من 31 سنة لما ضربهم صدام حسين الرئيس العراقي رحمة الله عليه بوابل من الصواريخ، تكتموا وقالوا وقعت في الفضاء، وقعت في الخلاء، وليس هناك شيء. بعد 31 سنة أخرجوا الصور وأخرجوا الدمار ويطالبون بالتعويض. ولماذا قلتم لم يقع أي شيء؟ نفس الشيء الآن، أنا أؤكد لكم، يعني مئات الصواريخ تنطلق لا ينزل ولا واحد عليهم، لا ينفذ ولا واحد عليهم. إذا كان اليمنيون بالآلاف الكيلومترات بطائرات مسيرة وبصواريخ بسيطة تصل إلى الكيان، فما بالكم ببضعة كيلومترات. فلا تصدقوا الكيان الكاذب، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن إخوانكم واجب أهل الرباط وواجب أهل غزة ثلاثة أشياء: الأمر الأول وهو الثبات، الثبات مع الصبر، الثبات مع الصبر. الأمر الثاني وهو النفرة، أن ينفر جميعهم. أسمعنا بعض الأبواق ممن يبيعون دينهم ويتحدثون باسم السلف ويثبطون إخوانهم ويقولون: من دفعهم للخروج؟ من قال لهم قاتلوا الكيان؟ من قال لهم واجهوا الكيان وهم ليس لهم استعداد؟ انظروا الآن كم عدد الوفيات، 50,000، 50,000 في سنة، ونحن في يوم واحد المصرح به في حوالي 8 ماي
اليوم واحد المصرح به 45,000 شهيد في يوم واحد، ليس في سنة. إنما تنصر الرسالات والدعوات كلما ضخت فيها الدماء. فخمسون لا تمثل شيئا في أعمار الرسالات وأعمار القناعات. من أخرجهم؟ هؤلاء المتسلفة الذين يسمون أنفسهم أنهم على طريق السلف وعلى منهج السلف، يضحكون على إخوانكم في أرض الرباط ويقولون ما أخرجهم؟ لماذا ليس لهم عدة فيخرجون؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات خرج وعدده لا يبلغ الثلث الجيش الذي مع القريش؟ كثير. وأخير دليل غزوة بدر وما وقع فيها، الغزوة الوحيدة التي كان فيها نوعا ما عدد وكاد أن يقع في الفخ، هي غزوة حنين. ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، الحلف الأطلسي من قريش وصناديدها وأتباعها يحاصرون النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغت القلوب الحناجر، ورغم ذلك يبعث سيد الخلق الأمل وهو يحفر الخندق ويقول: فتحت الروم، فتحت الفرس، إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإنا لأمتي ما زوي لي. يبعث رسائل البشارة في عز الأزمة، في عز التضييق، فنقول: إن إخوانكم لا يقاتلون لوحدهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويثبت. لهذا نحن قلنا الثبات والصبر، الثبات والصبر، لأنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكيان هي السفلى، فلهذا لن يخذلهم الله سبحانه وتعالى. وقد بين في الحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: إلا ما أصابهم من لأواء، اللأواء وهو الضر والحرج والضيق، ثم قال: ومن خذلهم، معناه هناك من يخذلهم من بني جلدتهم. فإخوانكم في غزة وفي لبنان يعلمون أن كثيرا من الدول العربية والدول الإسلامية سيخذلونهم، وهم انطلقوا من هذا المنطلق أنهم لا يعولون على أمثال هؤلاء. إذن الثبات والصبر، ثانيا النفور. وعندما نقول النفور يقولون: لماذا يواجهون هذا الكيان وقد أعد لهم العدة؟ ليعلم المستمعون وليبلغوا الغائبين في هذه النقطة بالذات، لماذا خرجوا في 7 أكتوبر؟ لأن الكيان الصهيوني بمخططاته ورسائله التي كشفت بعد الاقتحام أنه كان قد قرر في هذا الشهر من أكتوبر أن يجتاح غزة ويستولي على غزة ويقتل حماس ويزن من سجن ويرحل الفلسطينيين إلى أرض سيناء. هذا هو المخطط، بتواطؤ من بعض الدول العربية خاصة دول الطوق، أن تصف حماس ويهجر الفلسطينيون. فكان لابد من الضربة الاستباقية قبل أن تقع الفأس في الرأس، ولهذا فوجئ الكيان وفوجئ أذياله وأذنابه لما خرجوا في هذا التوقيت بالذات، وأخذوا تلك الأجهزة السرية التي فيها المخططات والخرائط والأسماء، أسماء العملاء في الدول العربية والدول الإسلامية للأسف الشديد، فقطعوا الطريق أمامهم. الآن يقول لك: لماذا خرجوا؟ ألا يعلم هؤلاء الجهلة بفقه الجهاد أن الجهاد نوعان؟ هناك جهاد دفع وهناك جهاد طلب. أما جهاد الطلب هو عندما تكون لك قوة وتريد أن تقوم بالفتوحات، هذا يسمى جهاد الطلب، وهنا لابد أن تكون عندك قوة تمكنك من فرض كلامك ورسالتك بثلاث شروط الجهاد الطلب. الشرط الأول دعوتهم إلى الإسلام، الشرط الثاني
إن لم يريدوا الإسلام أن تفرض عليهم الجزية، وفرض الجزية تكون مقابل حمايتهم. إذا لم تكن قادرا على حمايتهم من غيرهم فيحرم عليك أخذ الجزية، فإن كان بإمكانك حمايتهم فافرض عليهم الجزية. إذا رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية وجب القتال. معناها القتال هو آخر مرحلة في الفكر الجهادي عند أهل السنة والجماعة وفي شريعتنا. هذا يسمى جهاد الطلب، لا بد له من أمير جيش ورايته وقوته، ثلاث شروط: الراية واضحة، وأمير الجيش مهم، والقوة التي تمكنك جاهزة. أما جهاد الدفع وهو أن يدخل عليك عدو أو يريد أن يدخل عليك عدو، فجهاد الدفع لا تستشير الزوجة زوجها، ولا الابن أباه، ولا الرعية سيدها، يخرجون من غير إذن. جهاد الدفع ليس فيه إذن، كل من أمكنه القتال فليتقدم. هذا هو واجب أهل الرباط: الثبات والصبر، النصرة والنفرة، والدفاع عن أراضيهم بما أوتوا من قوة. هذا المحور الأول. المحور الثاني: واجب الشعوب. عندما نقول واجب الشعوب فإني أحصره لكم في أربعة نقاط مركزة. الواجب الأول واجب إيماني، والواجب الثاني واجب إعلامي، والواجب الثالث واجب مالي، والواجب الرابع واجب تجاري. أربعة واجبات في حق الشعوب. وعندما أقول الشعوب أنا لا أقصد الشعوب الإسلامية فقط، لأننا رأينا أوروبا وأمريكا كيف قامت ونهضت لنصرة إخواننا في غزة، وكيف يقومون لنصرة إخواننا في لبنان. فحتى لا نجعل كل خضرة حشيش، وأن الذين يدافعون عن المسلمين وعن غزة وعن لبنان المسلمين أو العرب، لا، بل هناك الأوفياء الصادقين من الذين تجمعنا بهم رابطة الإنسانية وحرية الإنسان في العيش بعيش كريم، وإن كانوا لم يكونوا على ديننا ولا على لغتنا ولا على بيئتنا فهم ينصروننا. الواجب الأول هو الواجب الإيماني. عندما نقول الواجب الإيماني نقصد به الدعاء، وهذا يملكه أي مسلم على كرة الأرضية، الدعاء لإخواننا. وعندما أقول الدعاء ونحن في عقيدتنا نعلم أن سهام الليل لا تخطئ، والدعاء في ظهر الغيب يصل بإذن الله عز وجل، كما قال في حديث عبد الله بن عمر: إن الدعاء والقدر ليعتلجان في السماء، أيهما غلب نزل. إن الدعاء والقدر ليعتلجان يتخاصمان يتعاركان في السماء، القدر نازل والدعاء صاعد، أيهما غلب نزل. ولهذا قال سيدنا ابن عطاء الله في حكمه، قال: لا يكن تأخر مدد العطاء لك مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فقد ضمن لك الإجابة، ولكن في الوقت الذي يختار لا في الوقت الذي تختار، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أحبتي في الله، إن سلاح الدعاء هو أسهل شيء بين يدينا، وممكن أن نقدمه في أي لحظة. أنا نائم، أنا مستيقظ، أنا متورك، أنا جالس، أنا راكع، أنا كذا، في أي حالة يدعون ربهم، يعني كما قال القرآن الكريم: قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أي صورة تدعو لإخوانك في هذا المقام. وهنا عندي لفتة أو إشارة أو نكتة: الدعاء ما فائدته في هذه المرحلة؟ حقيقة ربما قلنا يؤثر في القدر، ولكن واجب الدعاء هو إحياء فكرة الغزو في قلبك.
إحياء الشعور بإخوانك، لأن كلما كررت الدعاء جعلت القضية حية في عقلك وقلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فالواجب الأول وهو واجب إيماني ويتلخص في حقيقة الدعاء. الواجب الثاني وهو الواجب المالي. وعندما نقول الواجب المالي نقصد بذلك دعم إخواننا في قوتهم، في مائهم، في دوائهم. أنا لا أحدثكم عن السلاح، لأن أغلب الدول تخاف على نفسها في هذا الموضوع، ولكن الدعم المالي هذا أمر ضروري. إخوانكم في الرباط في بيت المقدس، عائلات 24 ساعة على 24 ساعة مقيمة في الحرم القدسي لا تخرج خشية أن يقتحمه الصهاينة. هؤلاء من أين يأكلون؟ من أين يشربون؟ من ينفق عليهم؟ لولا أنتم. إخوانكم في أرض الرباط وهم يواجهون الكيان، حقيقة هم أعدوا العدة وجهزوا أنفسهم، بل واخترعوا أسلحتهم بأيديهم، ولكن أولئك الشعوب بني جلدتهم، أولئك الصبية، أولئك النساء، أولئك الشيبان، من أين يأكلون؟ من أين يشربون؟ إن لم يكن دعمكم أنتم أحبتي في الله. وهنا أذكركم بحديث أمنا ميمونة بنت سعد، هذه الصحابية الجليلة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، افتنا في بيت المقدس، افتنا في بيت المقدس في زمن الرسول، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، افتنا في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه، أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه، فإن من صلى فيه كان كألف صلاة، فإن من صلى فيه كان كألف صلاة. عفوا، هذا بيت المقدس، ثالث الحرمين وأولى القبلتين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم ووصية ومعاهدة عمر لنا. فقالت أمنا ميمونة بنت سعد كأنها تنظر إلى واقعنا المعاصر اليوم، وتنظر إلى حالنا وضعفنا وتشتتنا وترهلنا، قالت له: يا رسول الله، أرأيت من لم يستطع أن يؤتى إليه؟ وفي رواية قالت له: يا رسول الله، أرأيت من لم يستطع أن يحمل إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدى إليهم زيتا يسرج في قناديلهم كان كمن صلى فيه، لأن يهدى إليهم زيتا يسرج في قناديلهم كان كمن صلى فيه. أحبتي في الله، كبيركم وصغيركم، من يريد ركعات، من يريد صلوات، من يريد أجر ألف صلاة في بيت المقدس، فأنت هنا في الجزائر أو في بلد آخر تدفع دينارا أو دينارين أو ما أفاض الله عليك بنية مساعدتك إخوانك هناك، كان كمن صلى فيه، لأن يهدى إليهم زيتا يسرج في قناديلهم كان كمن صلى فيه. فما بالكم من أحيا نفسا بالدواء، من أحيا نفسا بالماء، من أحيا نفسا بالإيواء، فخير كبير. فلا تضيع هذا الركن من أركان الجهاد الذي يجب عليكم، وهو الجهاد المالي. الواجب الثالث وهو الواجب الإعلامي. وعندما نقول الواجب الإعلامي هذا معناها لا بد أن لا نستهين بالصورة ولا نستهين بمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الإحصائيات الرسمية في الدول الغربية أن 85% من وسائل التواصل الاجتماعي كلها تتحدث عن غزة، ونحن نريدها أن تتحدث عن غزة وعن لبنان.
جميع أبنائنا وبناتنا من يحسنون التواصل الاجتماعي في هذه المواقع تويتر الانستغرام تيليجرام وهلم جر ألا يقصروا في بيان الظلم الذي يقع على إخوانهم، في إيصال الصورة الحقيقية التي يريد الغرب وأمريكا تشويهها على إخواننا. فهذا واجب كبير لا تستهينوا بهاتفكم النقال الذي ربما لا يمثل بعض الدنانير، كيف يقلب الموازين، كيف يقلب أنظمة، كيف يدخل رؤوسا إلى السجون كبيرة. فأحبتي في الله، الواجب الإعلامي هذه رسالة كبيرة وكبيرة جدا. ويكفيكم أن نسمي الإعلام بالسلطة الرابعة، هناك السلطة التشريعية وهناك السلطة التنفيذية وهناك السلطة القضائية، ما هي السلطة الرابعة؟ هي السلطة الإعلامية، لأن الإعلام يصنع الرأي والإعلام يصنع القرار، ولكن أي إعلام؟ الإعلام المسؤول. نحن لا نريد إعلاما استفزازيا ولا إعلاما تحريضيا ولا إعلاما ادعائيا ولا إعلاما تشويهيا، وإنما أن يكون شعار الإعلام ذلك الشعار البراق، وهو أمانة النقل وحرية التعليق. أمانة النقل وحرية التعليق، انقل الخبر كما هو ولك قراءته كما شئت، قراءة مكعبة من كل الزوايا تقرأها كما تشاء، أنت حر، شرط أنقل المعلومة بصدق. الواجب الرابع والأخير في واجب الشعوب وهو الواجب التجاري أو الاقتصادي، ونقصد به المقاطعة، مقاطعة المؤسسات التي تدعم الكيان، مقاطعة المنتوجات التي تحول إلى رصاص وقنابل تنزل على إخواننا في غزة ولبنان. ورأينا أوروبا كيف عطلت مصانع، كيف أغلقت متاجر، كيف رميت بضائع في الشوارع لأكبر الشركات العالمية لأنها تناصر الكيان الصهيوني. فلسنا نحن أقل منهم غيرة وأقل منهم نخوة أن نحتف بهذا الواجب، وهو الواجب الاقتصادي أو الواجب التجاري. هذا المحور الثاني. المحور الأخير ونختم به وهو واجب الدول والحكومات. واجب الدول والحكومات أنا أحصره في ثلاث نقاط. أولا الواجب السياسي، ثانيا الواجب القانوني، ثالثا وهو الواجب التعليمي. أولا الواجب السياسي، وهي أن تكون لهذه الحكومات والدول مواقف مشرفة، لأن الأجيال ستلعنها، يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالواجب السياسي كمواقف ضروري، ولهذا نحن نفتخر في بلدنا الجزائر أننا أطلقنا هذا الشعار منذ عهد الراحل هوار بن مدين، ونعرف معناه ونعرف مدلوله، لا نقوله شعارا يطلق في القنوات أو يطلق في المحافل هكذا، لا، عندما نقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، نعم نقول مظلومة كل الناس يوافقوننا، ظالمة أننا نكفها أن تقع في الخطأ أو أن تظلم غيرها. نعرف معنى الحديث ونعرف معنى الكلام. والجزائر لم تبخل يوما واحدا في نصرة أبناء فلسطين أو أبناء لبنان، يعني سواء في المحافل الدولية، في الملتقيات، في المنتديات، من خلال الجمعيات الحكومية وغير الحكومية، من خلال الهلال الأحمر الجزائري، ومن خلال بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كجمعية الإرشاد والإصلاح، كجمعية البركة، كجمعية الأيادي البيضاء، كجمعية العلماء المسلمين وغيرها. هؤلاء يقفون وقفة مع دولتهم ومع إخوانهم علنا. فهذا الواجب السياسي، واجب الحكومات والدول أن تنصر هذه القضية. الواجب الثاني وهو الواجب القانوني، وهو التحرك في المحافل الدولية، وهذا ما أثبته عضو اللجنة غير الدائمة للجزائر في مجلس الأمن عندما حرك عدة قوانين
لإدانة الكيان، حرك عدة قوانين لنزع الاعتراف بإخواننا في فلسطين، ولا زالت الجزائر تقدم ترسنة من القوانين ومن المرافعات على منبر هيئة الأمم المتحدة، حتى كان ذلك الموقف الغريب والعجيب والعفوي عندما وقف السفير الفلسطيني ليدلي بكلمته بعد كلمة المندوب الجزائري، فطلب من المندوب الجزائري أن يقف بجانبه لأخذ الصورة والتسجيل، فقال له المندوب الجزائري: لا، بل أقف وراءك لأن الجزائر وراءكم لتحميكم. هذا موقف له عدة قراءات وعدة دلالات. نحن لا نساويكم ولا نوازيكم، نحن نقف خلفكم وفي ظهوركم ونقدم ما نستطيع تقديمه. الواجب الأخير، وهو الواجب التعليمي كما ذكرت، أن نحيي هذه القضية من خلال برامجنا التعليمية في الابتدائي، في المتوسط، في الثانوي، في الجامعة، أن تكون قضية فلسطين قضية مركزية، قضية فلسطين في المقررات التعليمية، أن تبقى حية حتى ولو سقط أبناؤنا اليوم في أرض غزة أو في أرض لبنان، فإن الأفكار كما قال سيد قطب رحمة الله عليه: ستبقى أفكارنا عرائص من الشمع حتى إذا ما متنا دبت فيها الحياة. الأفكار لا تموت والمواقف تسجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين ولبنان، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمة العرب والمسلمين على حد سواء يا رب العالمين، وأن يكفينا شر هؤلاء الصهاينة. أنا لا أقول اليهود، حاشا اليهود، أقول الصهاينة، هؤلاء المتصهينين الذين يسفكون الدماء ويسرقون الأموال ويشوهون التاريخ. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتولاهم وأن يزيحهم عنا، كما أزاح عدة أنظمة عبر التاريخ وعدة إمبراطوريات عبر التاريخ. فاللهم احفظ بلدنا هذا من كل سوء، واحفظ بلدنا هذا من كل مكروه. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل تدبيره في تدميره. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل تدبيره في تدميره. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظ القائمين على شأن هذا البلد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تنصحهم وترشدهم إلى أبواب الخير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.